يسعد لي صباحكم مشاهدينا، ورمضان كريم عليكم، إن شاء الله يكون كل خير وصحة وسعادة يا ربي، وهذا الشهر اللي ننتظره من سنة لسنة. وأقول لك رمضان كريم يا رمضان شهر. مبارك على زهراء، ورمضان مبارك على كل مشاهدينا. نلتقيكم بحلقة جديدة من صباح رمضان، وأكيد ويانا فقرات ومواضيع وتقارير وحتى ضيوفنا. كل شيء راح يكون خاص اليوم بحلقتنا هو العلاقة بشهر رمضان، فخليكم ويانا ونبدأ حلقتنا بالعناوين. من صلاح الدين شخصية المسحرشي الموجودة في ليالي رمضان من قبل مئات السنين. ماذا دار في اليوم الأول من شهر رمضان، وماذا سيكون معنا من برامج سنتعرف عليها في استعراض البرامج لهذا اليوم. خبيرة الصور والمظهر والأتكيت علياء العقيلي تكلمنا عن المكالمات والزيارات المفاجئة في وقت الإفطار والتعامل بشكل عام مع الضيوف. سؤالنا لحلقة اليوم هو: كيف تتعامل مع الأشخاص الذين يتصلون بك أو يراسلونك وقت الفطور؟ طبق اللازانيا باللحم المفروم يقدمه لنا الشيف حيدر ديك من فنلندا. اليوم حلقتنا عبارة عن أكل وطبخ وكلنا صيام، وهيك مواضيع نهتم بها ونحتاجها بشهر رمضان. فاليوم حاضرين لمشاهدينا مجموعة كلش راح تفيدهم وراح يستمتعون بفقراتنا ومواضيعنا وحتى ضيوفنا، فخليكم ويانا ونبدأ حلقتنا. أكيد. راح نروح وياكم مشاهدينا إلى صلاح الدين ونشوف شخصية فلكلورية موجودة ويانا من قبل مئات السنين، وهي شخصية المسحرشي واللي موجودة لحد يومنا هذا. المسحرشي يصحي الناس من النوم على السحور طيلة شهر رمضان المبارك. كلنا نحب هالشخصية لما يفوت بالفرع ونسمع صوت الطبل مالته، فخلي نروح وياكم ونشوف هذا التقرير مع بعض. شخصية فلكلورية تجول في ليالي رمضان رغم حداثة والتطور التقني، والمسحرشي وهو مثل ما نقول منبه للصائم حتى يسحرون، لأن كان قبل ماكو يعني لا ساعات إلكترونية لا أجهزة تطور، فكان هو يجول في ليالي رمضان حتى ينبه العالم على السحور. وتعرف أنت يعني المسحرشي هو شيء حلو يعني يعطيك فرحة شهر رمضان المبارك. المسحرشي هو شخص عادي، لكن هاي المسألة يعني المسحرشي موروث قديم من الفلكلور العراقي، يتوارث سنة بعد سنة من أزمان قديمة من أيام العباسيين المعروف عنه، وإحنا اتخذناها هي المسحرشي يعني شخص عادي يقوم بواجبه بشهر رمضان المبارك، خاصة يعني يقوم في وقت قبل الفجر يعني بساعة تقريباً، ويدور بالمناطق الشعبية المناطق البعيدة والقريبة ويصيح سحور سحور اصحى يا نايم. ها
حقيقة هاي حالة تراثية قديمة، فد شيء رائع جدا أن نراه كل رمضان، ورمضان مبارك إن شاء الله على الجميع. لا يحلو الرمضان إلا بأن يكون لدينا مسحر يعني عند تجواله داخل الأحياء، والضرب على الطبل، وأن يهتف أصحى يا نايم ورمضان مبارك إن شاء الله، وأصحى بعبارات جميلة جدا. المسحر شي انت جبتها على المد قصدك الالكترونيات والهاي حداثه الوقت. احنا من خلال الدمام يعني نشوف فيها مساله من نوع من الابتسامه والفرحه نضيف للصايم، وهي يعني مساله شعبيه يعني نقوم بها لكونها انه تعيد الموروث القديم لهذا الزمن الحديث، واحنا متونسين ويا الصايم متونسين ويا اهلنا. اكيد يعني هسه تشوف الاطفال هوايه يبتسمون ويفترون ورا يعني ويصيحون سحور سحور، يعني مبتهجين الى هذا الشهر المبارك. اصحى يا نايم اذكر ربك سحور قوم رجعنا وياكم مشاهدينا بعد ما شفنا هذا التقرير. فعلا من الشغلات اللي احنا من طفولتنا نتذكرها هي المسحرتشي، ويمكن تجي علينا ايام شهد حتى بعد ما كبرنا ننتظر نسمع هذا الصوت ووقت السحور حتى نعيش اجواء رمضان. انت تذكرين هاي الشغلات؟ اي فعلا، وحتى شفتي بالتقرير هو اغلب اللي موجودين داير مدايره هم الاطفال ينتظروا بشهر رمضان حتى يمشون ورا ويشوفوا ويسمعون صوته، وايضا الناس لما تسمع صوته خاصه باول يوم يحسون انه فعلا باكر رمضان يجيهم هذا الشعور انه احنا راح نصوم راح نتسحر وباكر نكون صايمين. فالحلو انه لحد هذه اللحظه موجود هذه العادات موجوده عندنا بالعراق. بالضبط، هذا من الشغلات الحلوه هاي غير لمتنا وقت السحور او الفطور ونتابع قناه الشرقيه، لانه من اول يوم بشهر رمضان انطلاقت قناه الشرقيه غير تقليديه، فلما تحتوي من اضخم الانتاجات كانت على صعيد الدراما أو البرامج التلفزيونية. راح نشوف بعض من أبرز المسلسلات والبرامج اللي حققت صدى مميز في مواقع التواصل الاجتماعي. من مسلسل مامات وطن نشوف وياكم مشهد الحاج بايزر اللي انتشر على السوشيال ميديا من حلقة البارحة، واللي قام بدوره النجم اياد راضي. كل اللي شافوا المسلسل اتفقوا على المحتوى الملامس للواقع. حاج استاذ بسام برا، خلي يولي مو هو جاي طالب مقابلتك على مود شغله مهمه رايدك بيها. وقل له الحجي مو هنا، تعال باكر. يعني انطي موعد على باكر؟ لا، باكر اذا اجي هم قل له تعال باكر، وكل ما يجي قل له تعال باكر. اشلع قلبه، مو هو جايب هديه، يعني شو نسوي بيها؟ مردوده، ما اقبل منه هدايا. خلي يولي تمر امر حاج. أما على صعيد البرامج، برنامج على نياتكم ترزقون، هذا البرنامج اللي لقى صدى واسع وحب قبل الجمهور، واللي تقدمه المبدعة شيماء عماد، واللي راح تكون ويانا مباشرة من بغداد في الساعة 7:30 مساء. ولكن مع أي عائلة ومن أي منطقة راح نعرف هالشي بحلقة اليوم. وأيضا خلونا نشوف مشهد من حلقة البارحة اللي كان بها مفاجأة، عبارة عن هدية مقدمة من الأستاذ سعد البزاز بقيمة 50 مليون دينار لأحد العوائل في منطقة الأعظمية. خلونا نشوف الآن. أستاذ سعد البزاز يقول إنه هديته لكم من خلال برنامج على نياتكم ترزقون، وسلام الأهل العظمية جميعا راح تكون فرحتهم نفس فرحتكم. مبلغكم الآن صار 50 مليون دينار عراقي. مبروك.
مسوي طق. حبيبي الله يوفقك، شهوايه تعبان. Give me another one. طبعا ما تتخيلون فرحتهم شنو هي، ما تتخيلون. خلاص هي اهم شيء النية. أني سأريد أعرف شنو مشاعركم أنتم. والله شوف معكسة معكسة. إحنا بس يعني أهل يعني على سعد البزاز أبسط شيء هاي، لأن بس هو بالدنيا يساعد الفقير ويساعد المريض ويساعد المحتاج ويساعد كل العراقيين. أما الجماعة الله يحفظهم يا ربي، كل واحد عنده شاحنتين دولارات الى حد الان من 2003 وجاي ما ساعدوا مريض بحبايه اسبرين. انا كلش الله يحفظ عائلته ويستره. هذا البطل ماني اعرفه من كان رئيس تحرير جريده الجمهوريه. كشخصيه اعلاميه معروفه طبعا كان حضرته، هو استاذنا جميعا. اسماء شنو ببالك من حيث المبدا يسوون مثل الفلوس ان شاء الله؟ اول شيء العلاج يكمل لازم. اي والله تزعل العين. وبعدين نشوف لنا فتسكن صغير. هذا اجار والله، وهاي مال دولة اللي بصفنا. اي والله ربي يوفقكم جميعا ويسترك انت. وانا فرحان انه واحنا يعني اميتنا اميتنا نشوفك. اي والله والله العظيم اميتنا فيك. اي والله والله شكرا. وان شاء الله على الله هذا بيتنا مفتوح لك 24 ساعة. اي والله واني اخوك وهاي. أما مسلسل جوري بطولة شجرة در وباسر الطيف في الساعة 8:30 مساء، خلونا نشوف هذا المقطع من المسلسل. ضيعنا يومين بالاختبارات للأسف، ولا وحده مقنعه. كل اللي تقدم بعيدات عن روح الدور واللي اني اريده. لذلك انا قررت. انت منو؟ انا جوري. مشاهدينا رجعنا وياكم بعد ما شفنا هذه الأعمال اللي قدمتها قناة الشرقية. طبعا دائما خلال صباح الشرقية راح نقدم لكم بعض الأعمال ودائما شنو من المسلسلات أو البرامج ياخذ عندنا صدى عبر السوشيال ميديا، بس أكيد من نكمل باقي فقراتنا شهد. نعم كملين مع مشاهدينا باقي فقراتنا مثل ما وعدناكم من خلال برنامج صباح رمضان. كل شيء راح يكون هو إلى علاقة بشهر رمضان المبارك، وضيفتنا صارت بالاستوديو هي خبيرة صورة ومظهر وإتيكيت، أستاذة ومدربة لغة الجسد علياء العقيلي. راح نتكلم وياها بخصوص الاتصالات والزيارات والعزومات والأشياء اللي ممكن تجي بوقت الإفطار. يسعد لي صباحك. صباحكم خير علياء. شكرا. رمضان مبارك. رمضان مبارك. طبعا اليوم احنا سؤالنا نقول انه شلون الأشخاص، اكو بعض الأشخاص ممكن نواجههم بحياتنا يخابرونا أوقات الفطور، فقولي لي ما هو شنو التصرف
صحيح إذا إحنا تلقينا أي اتصال بوقت الإفطار. هو يعتمد على تقييمنا لأهمية الشخص المتصل يعني. بالتأكيد أكو أشخاص من ضمن العائلة وأكو أشخاص من خارج العائلة. في حالة إذا كان بالتأكيد هو إذا كان من ضمن العائلة مثلاً أخت أو أخ اتصالهم أكيد يعني بموضوع مهم لأنه هم بالتأكيد يعرفون هذا وقت فطور، فأكيد الموضوع بأهمية، فإحنا في هذه الحالة لازم يعني يكون نجاوبهم يعني نرد عليهم. عندنا الأشخاص اللي مهمين اللي خارج إطار العائلة اللي هم مثلاً اللي بالعمل، المدير مثلاً مديرنا بالشغل، هذا أكيد بالتأكيد هو أكو شيء مهم دي يتصل عليه. بالتأكيد هو بشكل يعني مطلق بشكل عام يعني هو الاتصال يعني وقت الفطور هو شيء يعني ما ممكن شوية يكون صعب، بس مرات أكو أمور مهمة تستدعي إنه واحد يتصل. بهذه الحالة أنا قلت حسب أهمية الموضوع وتقديرنا لهذا يعني تقديرنا لأهمية الموضوع اللي هيحكي به هذا الشخص. في حالة إذا إحنا جاوبنا هذا الشخص وكان الموضوع غير مهم، اكتشفنا أنه الموضوع غير مهم، من الممكن أنه نعتذر ونقول إحنا وقت فطور ممكن أتصل بيك بعد ما أكمل الفطور ونتواصل بعدين بعدها. طيب إحنا اليوم نتحدث عن أتكية الاتصالات والمكالمات وحتى المعايدات، أريد أعرف من عندك شنو الأوقات المناسبة اللي ممكن أنه نعايد بها أو نتصل على الشخص اللي يريد نسلم عليه أو نعايد عليه؟ شنو الأوقات المناسبة؟ يعني قصدي خلال رمضان إنه مبارك لرمضان. أي طبعا هو إحنا قبل فترة من قدوم رمضان لازم تكون التهنئة والمباركة بالشهر. طبعا وأكو فرق بين الشخص الأشخاص القريبين أنا قلت ضمن العائلة وبين الأشخاص اللي يكونون خارج إطار العائلة. خارج إطار العائلة ما ممكن إحنا بس نبعث لهم رسالة نصية، لا ممكن إحنا أكو أشخاص لهم أهمية خاصة لازم إحنا نتواصل وياهم ونحكي وياهم. إضافة إلى أنه الأمر كلش له تأثير، أكو أشخاص كبار بالعمر إحنا بحاجة إنه نتواصل أكثر، يكون تواصلنا وياهم يكون قوي، لأنه تعرفين هاي الأعمار إنه بحاجة إنه يكونون أكو يعني يحسون أكو أشخاص فعلًا مهتمة بيهم، ما زالوا هم موجودين ضمن يعني ضمن حياتهم، مو خارج هذه الحياة بتواصل وياهم، فإحنا بحاجة إنه يكون الاهتمام أكبر مع هذه الفئة. طبعًا العائلة يعني أكيد حيكون التواصل، إحنا بتواصل مستمر، فأكيد خلال قبل رمضان مثلًا بيوم أو يومين إحنا يكون التواصل بيناتنا، نبعث رسائل تهنئة، ممكن أيضًا نتصل، يعني حسب أنت أهمية تعاملك وأهميتك مع هذا وأهمية هذا الشخص بالنسبة لك، هذه كلش مهمة تحدد التعامل بيناتكم. طبعا احنا نعرف أهمية التكيت، هذا لازم يكون مرافقنا ايضا بشهر رمضان، فنعرف انه احنا ممكن خلال شهر رمضان وايد نتعرض للعزايم، تعالوا فطروا عندنا. اريد اعرف اذا احنا انعزلنا قبل بساعة من الفطور شنو ممكن التصرف اللي نسويه؟ هو اذا قبل ساعة من الفطور هذه ما تعتبر يعني عزومة جدية، لا لا هاي مو جدية يعني يعني ما توحي بانه هو الشخص فعلا مهتم بيك، لان العزيمة الجدية وتحدد انه انت يعني قيمتك كم هذا الشخص، ما نريد نقول قيمتك وانما درجة اهتمامه بيك تكون قبل اقل شيء يوم او يومين حتى انت تحضرين نفسك. بالتاكيد هو يعرف انت من يعني من يعزم الشخص قبل ساعة بالتاكيد هو يعرف انت محضرة نفسك اكيد ومحضرة فطور، يعني لازم يخلي بباله هذا الموضوع، فما ممكن انت تعرفين كل هذا التعب وتروحين بعدين انت عندك ساعه عندك وقت وصول عندك لازم تحضرين نفسك عندك لازم ايضا تودي له هديه، يعني ما ممكن تدخلين ايدك فارغه، فهذا يعني ما اعتبرها اني يعني عزومه جديه يعني بصراحه. فانت من الممكن انه ترفضين هذه العزومه وتحددين وقت ثاني، يعني تطلبين انه تحددون وقت ثاني للقاء. طيب احنا نشوف حاليا من خلال تواصل مواقع التواصل الاجتماعي اصبحوا الناس تكون عليهم اسهل انه يبعثون صوره لها علاقه بشهر رمضان حتى مو مسج تكست مسج، فقولي لي هل هذا هو تصرف صحيح لائق من خلال يعني اذا بعثنا لاصدقائنا والاشخاص المقربين من عندنا بعثنا هذه الصور كمعايده؟ لا هو ما يعني ما ممكن يعني ما مقبول صراحة. يعني احنا ممكن الأشخاص اللي كلش مقربين انه ممكن تكون اكو المسافات بيناتنا شوية يعني قليلة وصغيرة وممكن تكون اكو مثل ما يقول ميانة بيناتنا، بس أشخاص احنا يعني اكو مسافة بيناتنا، اكو أشخاص بالعمل، اكو أصدقاء غير مقربين، أقرباء، ناس يعني ذكرت انه أعمار تفرق يعني أعمار كبيرة بالعمر، هذه ما ممكن احنا هي نفس الصورة ندزها لخمس أشخاص أو عشر أشخاص مرات هي نفس الصورة يرجعون يدزوها إذا ملاحظين اكو هيك شيء، فهذا ما ممكن، هذا غلاق، هذا يعني يقلل يعني الشخص المقابلش راح يفهم انه أنت بالنسبة يعني هو بالنسبة له غير مهم، أهميته ضعيفة، فلازم أنت بالعكس شقد ما تقدرين بالذات هذا الشهر تحاولين تبينين أنه أنت شقد أكو يعني أكو تواصل روحي بينك وبين الأشخاص، تأكدين على المحبة، تأكدين على التكافل، التواصل بين الكبير والصغير، التواصل ضمن العائلة، هذه كلها أشياء مهمة تحتاج من عندنا نبذل مجهود شوية زي
زين، وبالتالي هو راح يرجع علينا، راح يرجع علينا بالنتيجه. صح. هو زين، في حال تعرفين انه كل عائله عندها طقوس معينه بها، طبعا من يعزمون اشخاص ورا ما نقول ورا ما يخلص الافطار ممكن يسبب لهم بعض الاحراج انهم ما عندهم طقوس او عندهم حاله خاصه بالبيت، شنو ممكن يتصرفون بهاي الحاله؟ هو المفروض يعني احنا اذا رحنا عزومه يعني بعد الفطور او بعد ما تخلص العزومه ما يطول تواجدنا داخل هذا المكان اكثر من ساعه ساعه ونص، لانه بالتاكيد اولا احنا مجهدين ايضا، احنا خلال هذا النهار كله احنا صايمين ومجهدين وتعبانين وبحاجه انه نرتاح، وثانيا هم ايضا مجهدين يعني ربه البيت هي محضره الاكل وتعبانه يعني اليوم كله، فاكيد احنا نسمح لها انه تاخذ راحتها وترتاح. ممكن يكون عندهم عمل بعد هذه العزومه، يعني اكو هوايه امور احنا لازم نخليها باعتبارنا، لازم نحسب حساب الاشخاص اللي احنا عازمينه. وبالمقابل ايضا هو الشخص اللي صاحب العزومه طبعا هو عليه انه ضيف الاشخاص من البدايه، لازم يبقى مضيفهم لاخر لحظه، يعني ما ممكن يقول لهم انا تعبان واريد لازم انتم تروحون، لا هذه ما ممكن يعني. طيب لنحكي على العزايم وخاصة مثل ما ذكر الزهراء بشهر رمضان تبدي الدعوات يعني تجينا، طيب ذكرنا بعد الإفطار، تمام حكينا عن بعد الإفطار، لكن قبل الإفطار اليوم لما أنا أكون معزومة على الإفطار أي ساعة أروح؟ قبل كم شقد من الوقت قبل الإفطار لازم أكون موجودة بالبيت؟ وشلون أتصرف بالبيت؟ هل أقدر إنه أساعد مثلا أم البيت؟ هل أقدر إنه اتحرك براحتي او لا لازم اكون يعني جالسه؟ وشنو التصرف الصحيح اللي لازم اتصرف بهذه الدعوه؟ هو طبعا بشكل عام يعني انت 10 دقائق او ربع ساعه قبل الفطور توصلين، يعني احنا ما نريد نربكهم اولا، لانه ممكن هذا الوقت هي يعني ربه المنزل او تحضر شغلها او الناس اللي ناس بعدهم مراجعين مثلا من شغلهم افراد بالعائله، فحتى يكونوا كلهم متواجدين، هذه قبل 10 دقائق او ربع ساعه انت توصلين. تمام. طبعا هو انتم قبل انتم متفقين ومتواصلين على الموعد واللقاء، احنا ما نروح بشكل مفاجئ، هذه اهم شيء يعني. ثاني شيء انت اذا كنتي من داخل العائله بالتاكيد هذا موضوع منتهي من عنده، انه تساعدين، ممكن تطلبين من ربة البيت يعني تقول لها اساعدك خلي نسوي شغلات، يعني هاي موضوع احنا متعارفين عليه. لكن اذا كنتي من خارج العائله وخصوصا اذا اشخاص اول مره تزوريهم تطلبين تساليها صاحبه المنزل اقدر اساعدك بشيء؟ نقدر احنا نساعد؟ اذا قالت لا يعني لا خلاص انتهى، لانه اكو ناس يعني هي تحب خصوصيتها بالمطبخ او خصوصيتها داخل البيت ما تحب احد ثاني يشوفها، بس اذا قالت ممكن اي اروح اساعدها ماكو اي مشكله، بس انتظر الجواب من عندها، ما اتصرف اني بشكل تلقائي يعني. طبعا غرفة الفطور يمكن من احلى الشغلات اللي هي بعد ما نكمل الفطور ونقعد نبلش السوالف نبلش نشوف مسلسل، بس دائما بوجود الخطار اكثر شيء تكون السوالف موجوده، حلويات نقعد نشرب لنا شيء. شنو هي اتكيت نقول ترتيب السفره وهم موجودين؟ لانهم اكيد راح يقومون يغسلون وراح يقعدون، فاحنا شلون ممكن نلم هاي السفره قدامهم؟ يعني بعد ما قصدك يخلصون خلصنا الافطار. اكيد هو يعني احنا اول شيء لازم ننتظر اخر شخص حتى لو طفل. نعم. اخر شخص يقوم من هاي المائده احنا يلا نقوم. لانه هاي يعني احنا اذا قمنا قبلهم يعني هاي تعبير انه انتم يلا خلصوا الاكل وقوموا، هاي لا مو صالح يعني مو صالحنا ومو من ضمن الاتيكيت. بالتاكيد نستغل الوقت اللي هم راحوا مثلا يغسلون او يعني ممكن يقعدون في مكان ثاني، احنا نبدي نشيل الشغلات اللي خاصه بالاكل وبالمائده، بس ما نترك الضيوف ونظل احنا مشغولين بهذا الموضوع. بالتأكيد أكو وقت ثاني ممكن نكمل هذا الشغل، نشيل الأشياء المهمة ونخليها بمكانها، بس نرجع نقعد مع ضيوفنا نتواصل وياهم نشوف شنو يحبون نسألهم. طبعا لازم أي شيء نقدمه إحنا لازم نسأل، ضمن التأكيد لازم نسأل، يعني ممكن أكو أشخاص ما يقدرون يأكلون بعد وجبة الفطور مباشرة، فإحنا ما نريد نضايقهم ونجيب الأكل رأسه ونحط لا يعني حلويات أو فواكه أو غير شيء، نسألهم تحب تشرب شاي تحب تشرب قهوة، يعني نكون تواصل وياهم، او احنا ممكن نقيس وقت معين ناخر شويه هاي الشغلات من ضمن الوقت يعني، وبعدين نبدي ننزلها ونضيفهم. طيب بدنا نتحدث على ما بعد الافطار وعلى الضيافه، هل اكو بالاتيكيت انه لازم اكو ترتيب بالضيافه؟ يعني مثلا الشاي قبل القهوه او مثلا الحلويات قبل الفاكهه او العكس، اكو هذا الشيء لو لا؟
هو بشكل عام اكو يعني، بس احنا يعني خصوصا بالعلاقات يعني بالجمعات العائليه يعني اكيد ما راح نلتزم كلش يعني بشكل دقيق، بقدر ما تكون سفرتنا دائما مرتبه دائما مبهجه. احنا بالتالي هذا الشهر بحاجه انه ناكد على امور معينه روحيه، انه الجمعه العائليه جدا مهمه، نميزها بهذه البهجه المائده، بالسفره مالتنا شلون طريقه التقديم، بالحوار الحلو، بالمحبه، هذه كلها نثبتها حتى نوضح انه التجمع العائلي جدا مهم، التواصل جدا مهم، الألفة بين العائله كلها جدا مهم. بالنسبه لي شنو اول شيء وشنو ثاني شيء، هذه تعتمد على الاشخاص اللي موجودين عندك طبعا. اذا اشخاص ضمن العائله انت تعرفين هم شنو يحبون، وهذا شيء يعني انتوا اكيد لانه مستمرين عزومات فتعرفون شنو هم يحبون، لكن اشخاص من خارج العائله نسالهم تحبون تشربون شاي، تحبون تشربون قهوه، نقدم مثلا طبعا اكيد الاشياء الحلويات هي حتكون دسمه فما معقوله راسا نقدمها بعد الاكل، وحتى الفاكهه فنخلي شويه قلت وقت وبعدين نبدي نقدم هاي الاشياء. طبعا معلومات جدا قيمه عليا، احنا نشكرك وان شاء الله استفادوا مشاهدينا من هاي النصائح كلها ويطبقوها. شكرا لك. شكرا. شكرا لك، نهار سعيد. شكرا نهاركم سعيد. شكرا. مكملين وياكم مشاهدينا بموضوعنا لليوم، مثل ما قلنا شايفين مرات بعز الفطور او ويا الاذان واحنا صايمين وتعبانين طول الوقت، بس ننتظر يا شهد نشوف الاكل ويدق التليفون بمكالمه طول اكثر ممكن من ربع ساعه، ونبقى حايرين بانه احنا نترخص مثلا نقول له بعدين نتصل بيك او ناكل احنا اللي نحكي وياه، ممكن لان احنا ممكن نخجل من المتصل واحنا نكون ميتين جوع. خلونا نروح ونسال الناس شلون انت ممكن تتعامل مع الاشخاص الذين يتصلون بك او يراسلونك وقت الفطور. يعني حسب درجة القرابة، اذا قريب الي اجاوبه، بس اذا مو قريب كلش بعدين ورا الفطور نجاوبه. واذا كان احتياج من المسج هم يعني حسب، اذا شوف اول مسج اذا كان يعني مهم اكمل، بس اذا مسجات ما لها معنى بعدين ورا الفطور نكمل عادي. اذا صارت يعني رقم غريب؟ لا الغريب ما نجاوب عليه. انت صايره وياك هيك حالات اثناء الفطور؟ اي طبعا طبعا. شنو يكون ردة فعلك دائما يعني؟ قلت لك حسب، لا ما تضايق حسب، اذا شغله ضروريه لازم نجاوب. والله بالحالتين ما اجاوب، لان هذا كلش اذيه، انت جيتني نسعى الجرح. يا اخي انت كل هالوقت وانا صايم وتعبان راجع من الشغل واشوف اهلي والاكل قدامي ويدق عليك بهذا الوقت، يا اخي شنو اذيه، والله اذيه هذا. انا احب اناشد بالموضوع. وبقت الفطور وبقت الريوق وبقت الغداء، هاي الاوقات لا حد لا يدق، هاي هذا شيء اهم شيء انه الناس لا تفكر انه يدق. هو لو يذيك لو عنده فد هذا الشيء انه بصدق بيذيه. اذا كان اتصال مهم ما جاوب، ما جاوب انت قاعد تاكل. نعم، اللي خابرني باثناء الفطور يعني حاليا احنا في الشهر هذا الكريم والفضيل شهر رمضان، اذا خابرني بالفطور اذا كان رقم مجهول راح اتركه اكمل فطوري وبعدين اتصل عليه واشوف هذا الرقم المن، يعني بحيث يعني اعرف شو يريد من عندي، واذا كان من الاقارب فاكيد راح اجاوبه واعرف شو يريد، اذا كان محتاجني ضروري اكيد ذيك الساعه راح اطلع له، واذا ما كان محتاجني ضروري راح اقول له انا دا افطر ورا الفطور اخابرك. اثناء الفطور يعني حسب العمل، اذا شخص اعرف وياه عندي عمل وياه مهم اقدر اجاوبه، واغلب الاحيان اكثر شيء يعني اعوف لا موبايل لا هذا ماكو لا اتصال لا ارسال بعد الفطور. يلا دائما دائما دائما، بس اذا ضمن العمل لا اجاوب، إذا عرفه يعني شخص ضمن العمل وشغلة ضرورية لا أجاوب، أجاوب على قد الشغلة وخلص، بس أكثر الأحيان لا أعوفه ورا الفطور يلا أجاوب. هم يتصلون عليك ويتفقد؟ والله صير بس يعني قليل قليل، أكو اتصال بس قليل.
بعد ما شاهدنا مشاهدينا هذا التقرير والاستطلاع الخاص بسؤالنا لحلقة اليوم وكيف ممكن أنه نتعامل مع الاتصالات اللي تجينا بوقت الفطور، ومثل ما ذكرتي زهرة بعض الاتصالات تجينا وقت الفطور لأنه مثلا يكونون هم بدول ثانية فما يعرفون توقيتنا فيكونون هم ما عندهم شيء أو هم فاطرين وإحنا وقت الفطور، فممكن أنه يتصلون يعايدونا أو يسلمون علينا، فممكن نمر بمواقف محرجة، لكن هو أفضل طريقة أن نترك تليفوننا سايلنت وقت الفطور، نفطر نخلص فطورنا وبعدين نرجع عليهم. هاي سمعتوا نصيحة شهد، حطوا تليفونكم سايلنت وعفوا إذا دقيتوا علي وما رديت بعرف أن تليفوني سايلنت. طبعا مشاهدينا المستمرين بتكملة فقراتنا لهذا اليوم، ووصلنا إلى فقرة الطبخ واللي هي كلش مهمة خصوصا وإحنا جوعانين وصايمين ومنتظرين الإفطار. طبق اليوم ويانا هو طبق اللازانيا باللحم المفروم واللي راح يحضره لنا الشيف حيدر الديك من فنلندا. خلونا نتابع مع بعض. صباح الخير عليكم، صباح الخير المشاهدين، صباح رمضان من الشرقية، واليوم راح نكون ويا طبق رمضاني واختاريته لكم وإن شاء الله يعجبكم. بعدين مربعات طبعا احنا كنا نعرف البصل بغاز، وهذا الغاز يخلي الواحد يبكي لما يريد يثرم البصل، فانت اذا ما تريد تبكي وما تدري تجرح ايدك العفو، حاول لما تقصها بالنص تخليها بمي على مود تمتصل المي يمتص الغاز مالتها، وارجع اثرمها على مود لا يخليك تبكي. خلي البصل هنا بس هنا نخلي الطاوة تصير كلش حارة على مود لما ننزل اللحم تطلع هاي الصوت. بعد ما صارت حارة كلش نجيب اللحم مالتنا وننزله. سمعت لي هذا الصوت؟ هو هذا اللي اريده. خليها هيجي بدون ما نقلبه وهو من بعده يموت. بس مرحلة نضيف البصل. كلش مهمة نخلي البصل واللحم ونخلي نضيف زعتر بري. تقليبة سريعة. شو تحبون بهارات ضيفوا، أنا أحب هاي البهارات، بهارات الشوي. وبعدين نجيب فلفل أسود. ليش البهارات تشوي الفلفل الأسود؟ يطن طعم كلش راقي. نقلبها تقليبة سريعة. نخلي شوية ثوم مطحون. وشوية ملح. معجون ومي وشوية نخلي معجون الفلفل. بس نخليها بين ما يستوي اللحم والطماطم والبصل على راحته. كلش كافي. هسه نجيب الزبد مالتنا ونقص قصه كلش صغيره، نقطع ونقص. شويه زبد. بعد ما يبوع الزبد نخلي الطحين مالتنا. بعد ما شوية يموع الزبد نسوي الصلصة مال اللازانيا. نخلي الطحين شوية على مود
الصلصة شوية، خليه كرمل ونضيف الحليب شوية شوية. هسه الخليط شوية شوية جاي يتفاعل عندنا ويسخن. خلي الصلصة مالتنا. هنا أنا ما خليت للصلصة ملح لأن الزبد شوية مالح. صفط اللازانيا. بس نخلي اللحم صفطه بهالشكل. شوية صلصة. لازانيا. سهم الصلصة. بعد ما خليناها بالفرن خلينا نسوي السلطة مالتنا. شوي عصرة ليمون. هاي السلطة مالتنا خلصت، نخليها على سطح احنا. وهذا طبقنا اللازانيا خلاص والزلاطة مالتنا خلصت. هسه بعد ما خلصنا خلنا نقطعها وياكم. شوية خليتها تبرد على مود لما تتقطع تتقطع زين. رجعنا مشاهدينا بعد ما شفنا هذا التقرير، فعلا طباخ ماهر الصراحه. يعني انا قلت لك انا شاطر باللزاني بس هو سواها بطريقه كلش مضبوطه فعلا. من الاكلات الكلش سريعه اللي ممكن اليوم اقترحنا لكم اياها تسووها على الفطور. وختامنا حيكون مع قصيده غريب على الخليج للشاعر العراقي الكبير بدر شاكر السياب من كتاب ديوان عن العراق. كالدموع عراق عراق
تقوم به عراق والموج يعول به عراق الريح تصرخ به جميل جدا ان نسمع مثل هيك قصائد ترجع تغنى بهذه الطريقه وبهذه الحرفيه وايضا انتاج قناه الشرقيه. بالضبط. طبعا مشاهدينا هنا نكون خلصنا فقرات صباح رمضان، بس ما خلصت لا برامجنا ولا مسلسلاتنا على قناه الشرقيه. خليكم متابعين ويانا اول باول، نلتقيكم غدا بحلقه جديده ونتمنى لكم افطار هني من هسه. مع السلامه، الى اللقاء.